العلاج لم ينجح ومرام خسرت معركتها مع المرض، ولكن جمعية مرام كسبت معارك كثيرة أخرى. حدثينا عن الجمعية وعن توسع فروعها وأقسامها. عن دار مرام، عن مرام للتعليم، عن مرام للأولياء أثناء وخلال علاج الأولاد، عنا كلوب مرام، عنا دريمز فور مرام أيضاً. حكينا عن ما يجمع أهداف ومهمات هذه الفروع. الله يرحم مرام. الله يرحم مرام. عارفة إنه كل إنسان عنده عمر معين باش يعيشه. أنا ديما نقول مرام عاشت 3 سنوات، لكن طور الجمعية متاحة صار لها 9 سنوات.